أرحب بكم طلابي بالمرحلة الرابعة. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم إن شاء الله راح تكون second part of the classification of periodontal diseases. بالمحاضرة السابقة تحدثنا عن gingival diseases classification, الكاتيجوريز وأنواعها, sign و symptoms والtreatment. إن شاء الله بهذه المحاضرة راح نكون exclusively نتحدث عن periodontitis, يعني diseases اللي تكون associated with bone loss and affecting of course the periodontia. تحدثنا أيضا بالمحاضرة السابقة عن الـ previous attempt of classification اللي هي كانت بعام 1999, وراح نشوف شلون كان متقسم الـ periodontitis حسب that classification. According to 1999 classification, periodontal diseases كانت متقسمة إلى periodontitis بنوعيه الأجريسيف والكرونيك. أجريسيف اللي هو مثل ما قلنا حاد أو شرس, والكرونيك اللي هو المزمن. والكاتيجوري الثالثة هي كانت periodontitis as a manifestation of systemic disease. الكاتيجوري الثانية كانت هي النيكروتايزينج periodontal diseases, يعني periodontal diseases وياها necrosis of the tissue. necrosis يعني الأنسجة تكون ميتة, فمو بس أنا يصير عندي loss وإنما الأنسجة تموت وتتحول إلى necrotic tissue within the mouth, يعني أشوف نسيج ميت داخل حلق البيشنت أو داخل فم البيشنت. هذه طبعا راح تنقسم الى necrotizing gingivitis اللي هو النكروسيس يشمل الجنجيفا فقط, والى necrotizing periodontitis وبهالحاله النكروسيس راح يشمل كل البريودونشيا, يعني الجنجيفا, الالفيولار بون بالاضافه الى البريودنتال ليجامنت والسمنتا. الكاتيجوري الثالثة هي الخراج اللي يتكون عندي بالبريودونشيوم اللي هو نسميه الابسس of the periodontium, whether gingival abscess or periodontal abscess, بالإضافة إلى الperioendo lesion اللي هو من يجتمع عندي palpal inflammation ويا الperiodontal inflammation, التروما from occlusion من يكون عندي excessive force from the occlusion وتأثر على البريودونشيوم راح يكون عندي lesion, وهذا الليجن إلى تسمية معينة وهي التروما from occlusion أو traumatic occlusion. آخر كاتيجوري هي developmental والacquired deformity اللي راح نتكلم عليها, مثال عليها recession, pigmentation, loss of alveolar bone height, الفرينم, هذه كلها راح نشوفها إن شاء الله ونتكلم عليها خلال هذه المحاضرة. هذا التقسيم طلاب هو التقسيم اللي تابع لسنة 1999. بناء على هذا التقسيم تم تعريف الكرونيك periodontitis إنه هو عبارة عن chronic inflammatory condition affecting the entire periodontium result in irreversible loss of the alveolar bone and the clinical attachment loss. حسب هذا التقسيم تقسم البريودونتيتس according to the extent of the disease into localized chronic periodontitis and generalized chronic periodontitis. اللوكالايزد بمعنى انه كمية البون ديستركشن موجودة بأقل من 30% من الاكزامند سايد of the periodontium, يعني أقل من 30% من الأسنان اللي موجودة داخل فم المريض تحتوي على alveolar bone loss. طبعا احنا هذا الشيء يا أما نشوفه عن طريق الأكس راي, يا أما نشوفه عن طريق القياسات مالتنا بالperiodontal charting عن طريق probing pocket depth والclinical attachment loss. إذا طلعت عندي النسبة مال السايتس اللي متأثرة بالدستركشن أقل من 30% من مجموع السايتس, إذن هذا localized. إذا طلعت عندي أكثر من 30% حتى لو بنسبة 1, يعني حتى لو 31%, تحول من localized إلى generalized chronic periodontitis. According to the severity of the disease راح يتقسم البريودونتيتس إلى mild وmoderate وsevere, يعني شدة البريودونتيتس. شلون أعرف الشدة؟ عن طريق الـ clinical attachment loss, هو إش قد فاقد clinical attachment loss, إذن أنا أقدر أعرف إش قد السevere عند الديزيز. فأكيد من أجي أقيس وألقى المريض عنده كال 1 إلى 2 مليم,
هذا عند مايلد يعني هستوى بادي البريودونتيتس، بينما من ألقاه 3 إلى 4 أسميه مودريت، من ألقاه 5 مليم وفوق راح أقول هذا المريض عنده سيفير بريودونتيتس، يعني عنده سيفير بريودنتال ديستراكشن، يعني فاقد كمية كبيرة جدا من البريودونشيوم. هذا هو التقسيم مال الكرونيك بريودونتيتس حسب الإكستنت وحسب السيفيريتي بال 1999 كلاسيفيكيشن. الكرونيك بريودونتيتس مثل ما نعرف هو prevalent بالأدلتس، يعني نادرا ما أشوف عند الأطفال كرونيك بريودونتيتس. الفيتشر الجدا مهمة بالبريودونتيتس الكرونيك واللي تميزه عن الأجريسيف هو الأماونت أوف ديستراكشن أوف ذا بريودونشيوم إز كونسيستنت، يعني متوازية مع كمية أو البريزنس أوف ذا لوكال ريسك فاكتور. يعني شنو؟ يعني الكرونيك بريودونتيتس طلاب كمية البلاك اللي موجودة بالإضافة إلى الريتينتيف فاكتور الأورال هايجين، من أشوفها وأفحص البيشنت أشوفها تتناسب ويا كمية الدستراكشن الموجودة، فبالتالي كل ما تزيد كمية البلاك كل ما تزيد الريتينتيف فاكتور للبلاك يزيد عندي الدستراكشن، أشوفها متوازية فأشوفها فتشي منطقي. هذا عكس راح نشوفه بالأجريسيف بريودونتيتس وهسه نشرح بالسلايد القادم. أكيد بالكرونيك بريودونتيتس دائما عندي سبجنجيفال كالكولس is a frequent finding، لهذا أنا عندي ديستراكشن هواية. slow to moderate rate of progression، يعني الكمية أو السرعة اللي يتطور بيها الكرونيك بريودونتيتس بطيئة، فلهذا أنا شقد أشوف ديستراكشن قوي أشوفه بالأعمار الكبيرة، كل ما يكبر المريض كل ما يزيد الديستراكشن بس يزيد بطريقة جدا بطيئة، فالمريض ما يحس، يجينا عمره 50 صاير عنده مثلا tooth mobility وصاير عنده severe attachment loss بس هو ما حاسس طول هالعمر انه كان اكو عنده periodontal disease ودا يتطور بفعل البطء وانعدام وجود symptoms والsign مثل pain. البريودونتيتس كان بي موديفايد، يعني السرعة مالته الشدة مالته ممكن يصير بيها موديفيكيشن تتغير بوجود الريسك فاكتور اللي هي أهمها الميكروبيال توث ديبوزيت يعني الدنتال بلاك، السموكينج أيضا يأثر على البروغريشن مال البريودونتيتس، ووجود السيستميك ديزيز اللي تأثر على الاميونيتي مثل الدايابيتس ميليتاس والاتش اي في انفكشن. العمر مال البيشنت ممكن يأثر، بزيادة العمر يزيد يتراكم عندي أكثر الديستراكشن وبالتالي يصير عندي بريودونتيتس أوضح. الجندر شافوا إنه الميل مور سيسبتابل للبريودونتيتس دين الفيميل. السوشيو إيكونوميك ستيتس أكيد من يكون المريض من طبقة غير مثقفة غير واعية حالتها المادية ما تسمح بالأكسس للأورال هايجين بالأكسس للدنتست أتوقع يكون عنده بريودونتيتس أكثر من غيره، ووجود الإيموشنال ستريس لأن يأثر على الانتاير إيميونولوجيكال ستيتس أوف ذا بيرسون بالإضافة إلى الهرمونال ديستربانسز اللي تصير. فهذه هي من المميزات أو الكاركترستيك أوف ذا كرونيك بريودونتيتس. على عكس الأجريسيف بريودونتيتس، الأجريسيف يعني شرس أو حاد، الأجريسيف بريودونتيتس راح يكون عنده the following primary features: the patient systemically healthy، وهذا على عكس الكرونيك بريودونتيتس لأن إحنا شفنا بالسلايد السابق إن هو can be modified by systemic factor. راح يكون عندي rapid attachment loss and bone distraction، يعني السرعة مال التطور مال الديزيز سريعة جدا على عكس الكرونيك، فإحنا مرضى الأجريسيف بريودونتيتس دائما نشوفهم بأعمار جدا صغيرة عمره 20 25 30 سنة ونلقى عنده severe periodontal destruction ما يتناسب ويا عمر المريض، بالإضافة إلى أنه الأماونت of the microbial deposit is inconsistent غير متلائم مع الـ severity of the periodontal destruction. يعني تخيلوا هيك مريض يجيكم عنده plaque فقط ما عنده كالكولاس، جدا نادر الكالكولاس تكون بالأجريسيف بريودونتيتس، عنده plaque وعنده هذه كمية الدستراكشن هو عمره 30 سنة، فكمية الدستراكشن ويا كمية البلاك ما متلائمة مو منطقية. هذه هي مشكلة الأجريسيف بريودونتيتس. لكن سبب الأجريسيفتي هو شنو؟ هو وجود كمية كبيرة من الباثوجينيك مايكرو أورغانيزم mainly الـ AA
وهذا تكلمنا عليه إذا تذكرون طلاب بالspecific plaque hypothesis، بالإضافة إلى وجود phagocyte abnormality يعني الماكروفاج الوايت بلاد سيل بيها مشكلة، بيها defect بالفاغوسايت بالفاغوسايتوسيس يعني قابليتها على أنه تتبلعم الباثوجين، فأكيد من هذا الشيء يكون عندي بي defect، أكيد أتوقع أنه البالانس ما بين الميكروب وما بين الهوست راح تميل إلى جهة الميكروب، بالإضافة إلى وجود هايبر ريسبونسيف ماكروفاج فينوتايب، فبالتالي راح يصير عندي هوست ديستراكشن كثير بفعل السيتوكاين الانفلاميتري سيتوكاين اللي تفرزها هذه الهايبر اكتيف او الهايبر ريسبونسيف ماكروفاج، من ضمنها هي البروستاغلاندين 2 الانترلوكين 1 بيتا اللي قلنا عليها، هاي اثنيناتها برو انفلاميتري سيتوكاين. البروغريشن والاتاتشمنت لوس والبون لوس في حاله الاجريسيف بريودونتايتس ممكن ان يكون سيلف ارستنج، يعني ممكن يوصل الى عمر معين المريض ويتوقف عنده هذا الدستراكشن، وطبعا هذا يعني يكون جدا لكي هيجي بيشنت لان نقدر نحافظ على اسنانه لفتره طويله على عكس المرضى اللي يستمر عندهم البروغريشن اوف ذا اجريسيف بريودونتايتس ونحصل كومبليتلي ايدنتولاس بيشنت بعمر جدا صغير للاسف. فهذه هي عندي طلاب الفروقات اللي ما بين الاجريسيف وما بين الكرونيك بريودونتايتس. مثل الكرونيك بريودونتايتس الاجريسيف ممكن يتقسم الى لوكالايزد والى جنرالايزد، لكن الكرايتيريا تفرق. اللوكالايزد راح يكون ظهوره بعمر البيوبرتي يعني من 11 الى 18 سنه، راح يشمل الفيرست مولر والانسايزر انفولفمنت فقط، ويكون عندي ريزد سيرم انتي بودي ريسبونس للباثوجين يعني البريودنتال باثوجين، راح الجسم يفرز اجسام مضاده ضدها وراح القى نسبتها جدا عاليه بالسيرم اوف ذا بيشنت، بينما الجنرالايزد راح يظهر عندي باعمار اكبر اللي هي 30 سنه وراح يكون عندي بور انتي بودي ريسبونس للباثوجين يعني مناعة الجسم ضد هذا الباثوجين راح تكون جدا ضعيفة، بالإضافة إلى راح يكون عندي pronounced episodic nature of loss of attachment and alveolar bone يعني ما راح يكون جدا سريع، راح يكون على شكل مراحل، مرحلة يصير بيها attachment loss جدا سريع ويهدأ، مرحلة ثانية يرجع يصعد بيها attachment loss ويهدأ، لهذا أسميها episodic يعني على شكل مراحل، وراح يكون عندي generalized mainly interproximal attachment loss راح يعني affecting at least three permanent teeth other than هذولا other than the first molar والincisor عندي three other permanent teeth فراح أسميه generalized، فهذا التقسيم مال aggressive periodontitis على أساس الاكستنت. التريتمنت اوف ذا اجريسيف بريودونتايتس ايضا تفرق عن الكرونيك، احنا الكرونيك ما نوصف له انتي بايوتيك، انتوا هوايه تعالجون مرضى بالعياده ما نقول لك اكتب له انتي بايوتيك للبيشنت ابو الكرونيك بريودونتايتس، لكن البيشنت اللي عنده اجريسيف بريودونتايتس بفعل انه هو عمره صغير وانه عنده كميه باثوجين اشرس من الباثوجينز اللي موجوده عندي بالكرونيك بريودونتايتس، بالاضافه الى انه مناعته ايضا بيها ديفكت، فرح نضطر بذاك الوقت نوصف انتي مايكروبيال ثيرابي حتى نسرع من الهيلينج مال البيشنت ونسوي الرست قدر الامكان للديزيز، بالاضافه الى السكيلينج والروت بلانينج. ممكن يتحول الى بريودنتال سيرجري اذا عندي ديب بريودنتال بوكيت ويستمر البيشنت على سبورتيف بريودنتال ثيرابي يعني يستمر على فولو اب فيزيت كل 3 اشهر كل 6 اشهر كل 6 اشهر حسب الموتيفيشن اوف ذا بيشنت وحسب السيفيريتي مال الديزيز. الموضوع اختلف من ظهر عندي الكلاسيفيكيشن اللي حكينا عليه بالمحاضرة السابقة اللي هو النيو كلاسيفيكيشن لسنة 2017. حسب هذا الكلاسيفيكيشن البريودنتال ديزيزز راح تتقسم الى بريودونتايتس بعد ما عندي اجريسيف ما عندي كرونيك، راح تصير عندي البريودونتايتس as manifestation of systemic disease كاتيجوري تفرق عن البريودونتايتس،
النكروتايزنج بقع مثل ما هي جينجيفايتس اند بيريودونتايتس، الابسس ايضا بقع، البيريو اندوليجن بقع، التراما فروم اوكلوجن والديفلوبمنتال والاكواير ديفورميتيز بقع تقسيمها على ما هو عليه بدون تغيير. تقسيم البريودونتيتس على أساس الإكستنت والديستريبيوشن بعد موجود بالكلاسيفيكيشن الجديد، لكن به فرق بسيط. اللوكالايزد فورم أوف بريودونتيتس رح يشمل أقل من 30% of the involved site، بينما الجنرالايزد رح يكون أكثر بـ 30% من الإكزامند سايت. هذه مشابهة للكلاسيفيكيشن القديم. يبقى هنا عندي ديستريبيوشن جديد اللي هو يسموه المولر إنسايزر باترن، يعني هذا اللي هو يشبه الديستريبيوشن مال الاجريسيف بيريودونتايتس. فباعتبار ان هم شالوا سكشن الاجريسيف بيريودونتايتس، حطوا هذا الديستريبيوشن باترن كتقسيم للبيريودونتايتس، فصار عندي ثلاثه باترن بالديستريبيوشن وبالاكستنت: اللوكالايزد والجنرالايزد والمولر انسايزر باترن. هذا هو اول فرق عندي بالكلاسيفيكيشن مال 2017. الفرق الثاني طلاب عندي بهذا الكلاسيفيكيشن هو انه البريودونتايتس تقسم الى ستيجز وجريدز. يعني شنو؟ يعني بدل ما كان عندي سابقا البريودونتايتس بي مايلد ومودريت وسيفير، هسه صار بي ستيجز. هذه الستيجز من الواحد للأربعة، ايضا بناء على الكال على الكلينيكال اتاتشمنت لوس. كل ما يزيد الستيج كل ما تزيد السيفيريتي اوف ذا ديزيز، وبالتالي تزيد الكومبلكسيتي مال التريتمنت. زين، الجريد يعني شنو؟ الجريد طلاب هي شدة المرض مقارنة بعمر المريض. هذه تنطيني فكرة على الفيوتشر ريسك مال هذا البيشنت، يعني شقد اكو نسبة ريسك انه هذا البيشنت بالمستقبل يتطور عنده الديزيز بسرعة. هذه الفكرة راح اعرفها عن طريق الجريد، وراح تتوضح عندي اكثر بالسلايدات القادمة ان شاء الله. خلي نجي نشوف التقسيم of the staging. Stage 1 هو borderline، يعني هسه هو تحول عندي gingivitis إلى periodontitis، فبالتالي هو الـ earliest stage of attachment loss، يعني الكال عندي راح تكون جدا قليلة. جدا قليلة يعني جيد، يعني 1 إلى 2 مليم، يعني أقل حتى من خمس length of the root. زين، من أجي أشوف بالراديوغراف راح أشوف البون لوس عندي أقل من 15% of the root length، يعني بعد وين؟ within the coronal third. أكيد بهالمرحلة ما راح يكون عندي any associated tooth loss، لأن بعد البريودونشيوم ما صاير بي severe distraction. بينما stage 2 راح يكون established periodontitis، الاتاتشمنت لوس راح تزيد تصير 3 الى 4 مليم، ومن اجي اخذ اكس راي راح القى الراديوغرافيك بون لوس اكثر من 15% بس بعد اقل من 33%، اذا هو بعد within الكورونال ثيرد اوف ذا روت، بعد ما عبر على الميدل ثيرد. نستنتج انه ستيج 3 راح يكون عندي البون ديستراكشن واصل الى الميدل ثيرد، وبالتالي كمية الاتاتشمنت لوس هي راح تكون اكثر وتساوي 5 مليم. بينما ستيج 4 راح يكون عندي سيفير بريودونتايتس، البون ديستراكشن راح يكون واصل الى الابيكال ثيرد اوف ذا روت، والاتاتشمنت لوس عندي ايضا اكثر من 5، اكثر او تساوي 5 مليم. الجريدينج اوف بيريودونتايتس الهدف من عند الطلاب هو انه اني اعرف الريت اوف بروجريشن اوف ذا ديزيز بهذا المريض، اعرف ايش قد راح يستجيب للعلاج مالتي، واعرف اذا كان اكو ريسك من البيريودونتايتس على السيستميك هيلث اوف ذا بيشنت. فراح يكون عندي 3 جريدز A و C و B. هذه الجريدز هي عبارة عن رقم، اني راح عندي معادلة اللي هي الاماونت اوف ديستراكشن as assessed by radiograph وعمر البيشنت. أقسم هذا على هذا رح يطلع عندي رقم. إذا كان الرقم أقل من النص هذا grade A. زين، grade A أيضا معناها أنه amount of distraction عندي أقل من عمر البيشنت. يعني شنو؟ يعني خلي نشوف، إجا patient أخذنا له X-ray، شفنا كمية البون distraction هي 25%، يعني ربع الروت صاير بي
bone distraction. اوكي زين البيشنت ايش قد عمره؟ البيشنت عمره 60 بدون ما اقسم طلاب. ال 25 مو اقل من ال 60؟ اذا الاماونت اوف ديستراكشن اقل من عمر البيشنت. اذا شفرض افرض دايركتلي انه هذا البيشنت جريد اي، وبالفعل من اجي اقسمهم واحد على الاخر راح يطلع عندي اقل من النص. نفس الحاله اذا كان عندي 35% ديستراكشن بمريض عمره 80 سنه، اذا حاصل قسمتهم اقل من النص، والديستراكشن هو ايضا اقل من البيشنت ايج، فهذا جريد اي، يعني السرعه مال البروجريشن مال الديزيز هي جدا بطيئه، راح يستجيب بصوره جيده للعلاج وما عندي تاثير على السيستميك هيلث. على العكس هو جريد سي اللي هو أسوأ جريد. ليش؟ لان هذا الاماونت اوف ديستراكشن طلاب راح يكون اكثر من عمر البيشنت. يعني تخيلوا يجيكم بيشنت عمره 25 سنه عنده كمية ديستراكشن 30%، يعني ثلث الروت صاير بيه بون ديستراكشن، وهو بعد عمره 25 سنة، فأني عندي هذا أكثر من هذا، أكيد حاصل القسمة مالتهم راح يكون أكثر من واحد، فبالتالي ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني جريد سي. إذا طلع حاصل قسمة الأماونت أوف ديستراكشن على عمر البيشنت رقم ما بين النص وما بين الواحد، أقول هذا الجريد عندي هو جريد بي. فهسه الأسرع عندي هو grade C، السرعة مالته جدا عالية، يعني جدا سريع البروجريشن، راح يفقد أسنان عندي بسرعة، راح يفقد بريودونشيوم بسرعة، استجابته للعلاج راح تكون جدا ضعيفة. على عكسه راح يكون grade A اللي هو أفضل grade، لأن هو بعده ما صاير عنده distraction هواية، بالإضافة إلى أن هو جدا بطيء التقدم مالته ويستجيب بصورة جيدة للعلاج. ما بيناتهم هو عندي grade B. واضح طلاب؟ يعني أتمنى تكون وضحت فكرة الستيجينج وفكرة الجريدينج. الكاتيجوري الثانية اللي أخذناها هي يكون البريودونتايتس مو بفعل البلاك، وإنما بفعل سيستميك ديزيز، يعني أنا عندي سيستميك إفكت يؤدي إلى بريودونتال بون لوس. قد يكون عندي جينيتيك ديسوردر، قد يكون عندي دايابيتس، الأوبيزيتي، الأوستيوبوروسيس، الأرثرايتس، السموكينج، السترس، هذه كلها تسوي لي موديفيكيشن للبريودونتايتس. وقد يكون عندي سيستميك ديسوردر ريزلت ان لوس اوف ذا بريودونتال تيشو اندبندنت فروم بريودونتايتس، يعني هي اصلا لا عندي بلاك ولا عندي اي بريودونتال انفلاميشن. مثال عليها النيوبلازم، اكيد من يصير عندي كانسر بالاورال كافيتي راح يدمر كل شيء، بس هو مو بريودونتايتس ولا بريودونتال انفلاميشن، بالاضافه الى اذر فاكتورز. هذه طلاب اني اريدكم تطلعون عليها اسماء الامراض، مو تحفظوها بس تعرفون انه مثلا البابلون ليفوفر، شدياك هيغاشي، السايكليك نيوتروبينيا، داون سيندروم، المرضى اللي عندهم هذه الديزيز معرضين الى بريودونتايتس. هذه السيستميك فاكتور اللي ممكن تأثر على الباثوجينيسيز مال البريودونتايتس، وحناخذها محاضرة منفصلة إن شاء الله تتكلم عن الريسك اوف بريودونتايتس. الكاتيجوري الثالثة طلاب هي النيكروتايزينج بريودونتال ديزيزز، وقلنا اللي هي تشمل نيكروسيس اوف ذا تيشو، يعني أنا مو بس عندي راح تموت، يصير عندي ديستراكشن بالالفيولار بون افقد من عنده، لا راح تموت عندي الانسجه وتتحول الى فورم بودي وذن الاورال كافيتي. الديفايننج كاركترستيك هي انه هي سببها بكتيريال ايتيولوجي، يعني هي عباره عن انفكشن بنوع معين من البكتيريا، وتحتوي على نيكروتيك ليجن، وعدها predisposing factor، يعني أكو عوامل ممكن تزيد نسبة إصابتي بهذه الانفكشن، مثال عليها psychological stress، smoking، poor oral hygiene، trauma، HIV، والmalnutrition. زين clinically شلون راح نشوف النيكروتايزينج periodontal disease؟ راح نشوف الانتردنتال اريا تكون ulcerated، يعني متقرحة ونيكروتيك. تشوفون هذا الأبيض طلاب؟ هذا مو بلاك، هذا نسيج ميت، هذه جنجيفا ميتة، نيكروتيك تيشيو. المارجينال جنجيفا راح تكون مغطاة بيلوش وايت جريش سلف، يعني من سلخة الأنسجة وميتة بس بعدها اتاتشت للجنجيفا. راح تختفي عندي بلانتينج، يعني تنمحي، ويصير عندي كراتر، يعني تصير عندي هذه اللي قلنا عليها تشبه فوهة البركان، الفراغ اللي ما بين الأسنان، راح تموت عندي الانتردنتال اريا.
أكيد راح يكون عندي bleeding on propping, spontaneous bleeding لأن المنطقة راح تكون severely inflamed. Fetid breath أكيد أكو يعني رائحة غير طيبة بالفم لأن عندي أنسجة ميتة داخل الفم. وراح يكون عندي بالإضافة إلها systemic involvement يعني عندي fever, عندي نحول عام, عندي lymphadenopathy, lymph nodes مال patients كلها راح تكون عندي tender. ليش؟ لأن أنا عندي infection لأن هي عبارة عن bacterial etiology. النيكروتايزينج periodontal disease راح تتقسم إلى gingivitis تشمل الجنجيفا فقط والperiodontitis راح تفرق عن الجنجيفايتس هو بوجود الكلينيكال اتاتشمنت لوس والاليفيولر بون لوس، ما عداها كل الساينز والسيمتومز هي مشتركه تشبه اللي ذكرناها بالسلايد السابق. النيكروتايزنج اجريسيف النيكروتايزنج بريودنتال ديزيز ممكن نشوفه بضمن البيشنت اللي عندهم اتش اي في انفكشن لان هم يكونون معرضين الى انفكشن بنسبه جدا عاليه فقد يصير عندهم هذه الانفكشن ويصير عندهم necrotizing periodontal diseases. التريتمنت بما انه هو عنده bacterial etiology فاكيد عندي الانتيبايوتيك اللي هي المترونيدازول اللي هو الفلاجيل واوكسجين ريليزنج ايجنت. ليش استعمل اوكسجين ريليزنج ايجنت مثل عليها الهيدروجين بيروكسيد ماوث ووش؟ لان انا اصلا عندي انسجه ميته، أنسجة مدى يوصل لها بلد بنسبة كافية فبالتالي مدى يوصل لها أكسجين بنسبة كافية فدا تموت، فأنطي أكسجينيتنج ايجنت حتى أسوي ريفرشمنت بالمنطقة وأزيد الأكسجين ديليفري للخلايا وأمنع أنه يصير بيها نيكروسز، وبالتالي بعدين بمجرد ما تهدأ الساينز والسيمتومز يقل عندي الألم وتقل عندي الفيفر والماليز واللمفادينوباثي أقدر أسوي لبروفيشنال بلاك أند كالكولاس ريموفال وأحسن الأورال هايجين ويبقى البيشنت على سبورتيف بريودنتال ثيرابي. فهذه هي تريتابل كونديشنز بس لازم نحصل على الكوركت دايجنوزيز فيرست.